أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مستقبل الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة. أفادت مصادر محلية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي بعد دقائق فقط من بدء سريان اتفاق الهدنة المبرم برعاية الأمم المتحدة. الاشتباكات التي تركزت شرق المدينة تأتي بعد تعهدات قدمتها الميليشيا للأمم المتحدة بالالتزام بوقف إطلاق النار وفق تفاهمات السويد الأخيرة. من جانبها أعلنت الحكومة اليمنية التزامها التام بقرار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مستقبل الهدنة في الحديدة وموقف الحكومة الشرعية والتحالف من خروقات الميليشيا للهدنة. نتابع التقرير التالي ثم نعود لبدء النقاش. حرب عنيفة وواسعة النطاق في معظم جبهات المواجهة بمدينة الحديدة رغم الإعلان رسميا عن وقف إطلاق النار، فالمواجهات العنيفة استمرت بين القوات الحكومية والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة حتى ساعات متأخرة من صباح الثلاثاء، حيث ساد تبادل للقصف المدفعي العنيف والانفجارات والاشتباكات. المعارك تركزت في مناطق المواجهات ذاتها وبالأخص في مدينة الصالح وشارعي 39 شمال مدينة الحديدة وفي حي 7 يوليو وشارع 50 شرق المدينة. يأتي ذلك على الرغم من إعلان وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية والحوثيين في وقت متزامن عن التزامهما الكامل بوقف إطلاق النار. الأمم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها ستيفان دوغاريك كانت قد أعلنت عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأوضح دوغاريك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستبدأ مباشرة عملها في التو لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض. وبحسب مصادر في الأمم المتحدة، من المقرر أن يصل فريق من الخبراء الدوليين إلى الحديدة الأربعاء لتقييم الحاجات الميدانية واللوجستية لعمل فريق المراقبين، لكنه شدد على أن هذه اللجنة ليست قوات أممية لحفظ السلام، وأنها تأتي في إطار المهمة التي يشرف عليها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث. وفي الأثناء تتواصل الجهود البريطانية الهادفة إلى تمرير مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية دعم الأمم المتحدة اتفاق السويد عبر عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ودعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة هذه الموانئ والتفتيش فيها، وكيف ستعزز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق. ويدعو المشروع جميع الأطراف لاتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل دخول الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق. الأطراف تلزم الصمت حتى الآن إزاء الخروقات الخطيرة لوقف إطلاق النار في الحديدة، في وقت تخيب فيه آمال أبناء المدينة في الحصول على سلام قريب. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا الناشط السياسي طارق سرور من عدن. أهلا بك أستاذ طارق. إذن برأيك، بحسب المعطيات الحالية إلى الآن، كان هناك بعض المناوشات خلال بداية ساعات الهدنة، لكن انتهت هذه المناوشات، الوضع ربما اتجه إلى منحى أكثر هدوء. هل يمكن أن تصمد الهدنة ويتم إيقاف إطلاق النار ويستمر على مدى الأيام القادمة؟ أخي الكريم، بداية التحية لك. كما ذكر التقرير بأن اختراقات الهدنة كانت منذ بداية توقيتها واستمر ذلك لمدة ساعتين تقريبا نتيجة ضغوط من الشرعية والتحالف على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الدولي. توقفت الميليشيات عن استهداف أبناء المدينة. نأمل ويأمل الجميع أن تستمر الهدنة. نحن كأبناء الحديدة هذا الاتفاق لا يرضينا، كون قوات المقاومة كانت على تخوم ميناء الحديدة وكانت تحاصر مدينة الحديدة حصار شبه كامل، وكانت بإمكانها الدخول إلى المدينة. توقف هذا الدخول نتيجة الضغوط الدولية والوعود بالحوار والوعود بانسحاب الميليشيات، لكن نفاجأ للأسف الشديد باتفاق السويد بأنه اتفاق غير مرضي لأبناء الحديدة، فيه كثير من الألغام وكثير من المفخخات الغير
قابلة للتنفيذ، وهذا ما سنلاحظه في الأيام القادمة. طيب دعنا بداية يعني قبل أن نصل إلى مسألة نقاط اتفاق الحديدة، أستاذ طارق هل تسمعني؟ مصداقية هذه الميليشيات. نعم يعني قبل الدخول إلى تفاصيل مسألة اتفاق السويد وما تم بخصوص الحديدة في هذا الملف، أنت أشرت إلى أن الميليشيا توقفت عن يعني إطلاق النار في الحديدة نتيجة ضغوط من الحكومة الشرعية والتحالف على المجتمع الدولي، ما هي طبيعة هذه الضغوط التي تحدثت عنها؟ الضغوط هي كانت طلبت أن تزم وأكدت المجتمع الشرعية بالهدنة، وكانت هناك رسائل واضحة من رئيس الجمهورية إلى وزارة الدفاع ومن وزارة الدفاع إلى المنطقة الرابعة ومحور الحديدة بالتوقف والالتزام بالهدنة، ولكن استمر الطلب الثاني بالاعتداء. الضغوط هي كانت الطلب الجاد والصريح من قبل التحالف، من قبل الشرعية على الأمم المتحدة أن تضغط وعلى هذه الميليشيات أن تلتزم بالاتفاق حتى لا ينهار الاتفاق بشكل كامل. هذا الذي تم، وهي كان حفظ الوجه على الأقل لمدة أيام أو ساعات للأمم المتحدة لكي ولهذه الميليشيات لكي تبرهن بأنها ملتزمة بما وقعت عليه. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ طارق، ورحب بمن ينضم إلينا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. إذن كيف تتابع مسألة الهدنة في الحديدة وموضوع وقف إطلاق النار، المسألة التي يقول كثيرون أن هناك احتمالا لفشلها في أي لحظة؟ نعم أخي الكريم، طبعا بعد سريان وقف إطلاق النار بدأ طبعا باشتباكات عنيفة دارت لنصف ساعة تقريبا الليلة الماضية، ورصدنا نحن في الحديد عديد من أمها قصف بقذائف الهاون سقطت في إحدى في سوق السمك في مديرية حيف، إضافة إلى رشقات منبر ومديرية الدريهمي، إضافة إلى إطلاق وابل من الرصاص باتجاه مواقع الجيش في منطقة الدواري بن مضايق، وأيضا من رشاش في يعلو فندق الاتحاد شارع الخمسين. وبالتالي هناك وإن كانت كبيرة لكنها يعني إلى أي مدى هذه الخروقات قد تؤثر بشكل جدي على مسألة الاستمرار، وإن كان هناك حديث أيضا يعني أسألك هل لديك معلومات إضافية وموسعة حول مدى طبيعة انتشار ميليشيات الحوثي بداخل المدينة بعد سريان هذا الوقف؟ الميليشيا توسعت طبعا من عملية حفر الخنادق وأيضا النقاط والسواتر الترابية، وكثفت من تواجدها في حديقة ريدلاند وجامعة الحديدة، وأيضا في جولة الصدفة وغيرها من المناطق التي قطعتها الحديقة. وبالتالي ما يدور في محافظة الحدود هي قد تسعى بقوات الجيش للرد على مصادر النيران، وربما أيضا كما قال محافظ محافظة الحديدة في تصريح ما الذي قاله المحافظ أستاذ عبد الحفيظ؟ لأن الصوت يتقطع، هناك إشكالية في التواصل مع السيد عبد الحفيظ الحطامي، سنحاول إعادة التواصل معه. أعود في هذه الأثناء إلى ضيف الآخر سيد طارق سرور. أستاذ طارق، إذن أشرت إلى ضغوط من قبل الشرعية على يعني والتحالف على المبعوث الأممي وعلى المجتمع الدولي بشكل عام لإلزام الميليشيات بوقف إطلاق النار، لكن في المقابل هناك من يتحدث على أن مسألة وجود لجنة هي التي ستحدد مدى إمكانية التزام كل طرف. بحسب المعلومات المتوفرة لديك، متى ستصل هذه اللجنة؟ ما طبيعة هذه اللجنة؟ المعلومات تؤكد أن اللجنة ستصل الأربعاء وستبدأ فور وصولها بمباشرة مهامها، ومن أهم مهام اللجنة هي الإشراف على إعادة الانتشار أو ما نسميه الانسحاب
انسحاب الميليشيات من موانع الحديده، ميناء الحديده وميناء الصليف وميناء رأس عيسى الى المناطق المحدده لها كما ذكر في الاتفاق. انسحاب ميليشيات الحديده الميليشيات الى شمال المدينه، وانسحاب قوات المقاومه الى جنوب المدينه. ايضا من مهام اللجنه هي الاشراف على نزع الالغام والاشراف على الالتزام كلا الطرفين بما تم التوافق عليه. هذه اهم البنود واهم مهام لجنه المراقبه. طيب بالامس اعلن عضو وفد الميليشيات او رئيس وفد الميليشيات محمد عبد السلام عن اسماء ثلاثه اشخاص هم ممثليهم كما قال في هذه اللجنه، الحكومه هل اعلنت؟ متى ستعلن اسماء ممثليها برايك؟ الى الان للاسف لم يعلن او لم تنشر هذه الاسماء، ولكن من المؤكد وبحسب تواصلي مع مقربين من السلطه المحليه بالحديده بانه تم اختيار هؤلاء الافراد. حسب اعتقادي بان ينشروا او يعمموا في الاعلان خلال الساعات القادمه. طيب ارجو مره اخرى ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ طارق. ارحب بمن ينضم الينا من الحديده للحديث مزيدا يعني عن الوضع الميداني هناك. ارحب بك ناشط سياسي الاستاذ سامي الاهدل، كيف هو الوضع لديكم هناك؟ استاذ سامي لا زال هناك إشكالية في الصوت من الحديدة، ويبدو أن هناك إشكالات في شبكة الاتصالات من هناك. أعود إليك مرة أخرى أستاذ طارق، إذا نتحدث عن لجنة إعادة أو لجنة تنسيق إعادة الانتشار. هذه اللجنة يتم يعني هناك لغط كبير حولها فيما يتعلق بطبيعتها، هل هي من ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام أي قوات أم أنها غير ذلك؟ كان هناك تصريح لستيفان دوجيريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يقول أن هذه اللجنة ستكون تابعة للمبعوث الأممي إلى اليمن. هل تفرق يعني هل مسألة عدم وجود قوات يمكن أن يفرق في مسألة التزام كلا الطرفين بتهدئة حقيقية وانتشار إعادة انتشار كما هو متفق عليه في اتفاق ستوكهولم؟ هي اللجنة كما تم التوضيح بأنها لجنة فعلا تابعة للمبعوث الأممي، والشرعية هو الرئيس عبد ربه حسب ما وصلنا بأنه كان معارض لتواجد اللجنة دائمة أو بشكل دائم تتبع الأمم المتحدة. لهذا حدد اللجنة بأنها لجنة تبع برئاسة الجنرال باتريك كارمات الهولندي، ويتبعه 30 شخص ايضا بدون سلاح، ومهمتها كما ذكرت سابقا تنحصر في الاشراف على اعاده الانتشار وبالدرجه الاولى الانسحاب من الموانئ. لهذا هي وجودها نعتقد انها مهمه حتى يتم فضح هذه الميليشيات، والذي نعتقد ونجزم بانها لن تنفذ هذا الاتفاق. ايضا من الشيء الجيد او الايجابي ان يتم الوصول الى اخر نقطه مع هذه الميليشيات وبشهاده المجتمع الدولي بشكل كامل. لا شك بان سيرافق هذه اللجنه ايضا لجنه مشتركه وفيها ممثل عن الشرعيه، سيكونوا واضحين وجادين في تحديد من يقوم بالاختراقات. طيب يعود إلينا مرة أخرى الأستاذ سامي الأهدل، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ طارق. يعود إلينا السيد سامي الأهدل من الحديدة، أسألك مرة أخرى أرحب بك وأسألك كيف هو الوضع الميداني هناك؟ هل لا زالت الهدنة قائمة أو وقف إطلاق النار؟ نعم، مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت معارك عنيفة خلال الأيام المشاورات وما بعدها، اليوم تعيش الحديدة هدوء بشكل عام، هدوء حذر، لكن هناك بعض الخروقات التي حدثت تحديدا في شارع 50 وفي شارع 90 وفي أحياء 7 يوليو والسلخانة وتقاطع دوار الحلقة مع شارع صنعاء. أيضا هناك قصف مدفعي متبادل نستطيع أن نقول أنه في حدود المناوشات المحدودة في منطقة كيلو 16 والقرى الريفية المحيطة بها شرق مدينة الحديدة، أيضا في قرية منظر جنوب مطار المدينة
حدثت هناك بعض الخروقات، مناوشات وتبادل لإطلاق النار الثقيل. نعم. أيضا حضر لكنه دون أي ضربة جوية في مدينة حيس أو في مديرية حيس في أقصى جنوب الحديدة. أيضا حدثت هناك مناوشات محدودة أيضا. طيب هل هناك تواجد ل يعني جهات غير يمنية باعتبار أن هناك حديث عن اقتراب وصول لجنة إعادة الانتشار ونقل مسألة مراقبة لجنة المراقبة والتفتيش التي كانت متواجدة في جيبوتي إلى الحديدة؟ هل بالفعل بدأ يعني تواجد أممي في الحديدة إلى الآن أم لا تلاحظون ذلك؟ حتى الآن لا يوجد أي تواجد دولي أو حتى مراقبين محليين. لجنة التنسيق إعادة انتشار القوات المتواجدة في الحديدة من الطرفين حتى الآن لم تباشر مهامها بحسب مصادر دبلوماسية التي تحدثت عنها وكالة الأنباء الفرنسية. أنها ستباشر أعمالها خلال 24 ساعة القادمة، لكنها حتى الآن لم تباشر عملها. أيضا القوات لا زالت متمركزة في مواقعها، كل طرف لا زال يستعد نوعا ما، يبنون تحصينات ويتبادلون بناء التحصينات أيضا ويتبادلون القصف المدفعي بين الحين والآخر. الحوثيون عززوا من انتشارهم وتواجدهم في المدينة، بنوا الكثير من الحواجز والأنطار، الكل في حالة ترقب لما ستؤول إليه الساعات القادمة مع وصول لجنة التنسيق اليمنية. هي لجنة مكونة من 3 ممثلين عن جماعة الحوثيين و3 ممثلين عن الحكومة الشرعية. الحوثيون قد أعلنوا ممثليهم 3، يقودهم نائب هيئة الأركان التابعة للحوثيين اللواء علي موشكي، لكن الحكومة الشرعية حتى اللحظة لم تعلن عن ممثليها أو أسمعها. إذا أشكرك أستاذ سامي الأهدل الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة، والمعذرة على تقطع الصوت من المصدر. أعود إلى الصحفي الذي يعود إلينا عبد الحفيظ الحطامي. أستاذ عبد الحفيظ، يعني مسألة وقف إطلاق النار مسألة بدون وجود مراقبين، مسألة يعني مشكوك في ثباتها، ما هي عقوبة أو ما هو الرادع لأي من الطرفين في مسألة اختراق هذه يعني اختراق الاتفاق ووقف إطلاق النار؟ هل يمكن أن يؤثر ذلك مثلا في قرارات أممية، في عقوبات أممية عليهم؟ أستاذ الحطامي، سيد الحطامي هل تسمعني؟ بالعودة إذن إلى السيد طارق سرور، هناك من الواضح إشكالية بالاتصالات في مأرب والحديدة. بالعودة إليك أستاذ طارق سرور، أسألك نفس السؤال، ما الذي يمنع كلا الطرفين في حال عدم وجود مراقبين أمميين يمكن لهم أن يوثقوا أي خرق لإطلاق النار من أن يقوموا فعلا بالاستفادة من يعني عدم وجودهم إلى الآن، ويعني عمل خروقات لهذا الاتفاق؟ هل هناك مخاوف من قرارات عليهم مثلا أو عقوبات أممية؟ نعم أخي الكريم، هو للأسف الشديد حتى اتفاق السويد لم يوضح أو لم يعطي الضمانات الكافية، ولم يوضح العقوبات التي يمكن أن تقام على من يخترق هذه الجنود، إلا أن من الواضح جدا بأن فعلا من سيخترق هذه البنود بإمكان أن تصدر عليها القرارات الدولية والقرارات من مجلس الأمن. الشرعية تلتزم بما اتفقت عليه كدولة وكسلطة تحترم نفسها، ولكن من الواضح والمعروف ومن التجارب السابقة أن هذه المنشآت لا تلتزم بشيء، إلا أنها التزمت الآن الضغوط ضغط القوات المشتركة والمقاومة التهامية ووصولها على تقوم المدينة. الساعات القادمة هي من ستوضح لنا الوضع بشكل أكبر. الاختيار الأكبر هو الانسحاب من الميناء. إذا ما تم هذا الانسحاب من الموانئ بالإمكان لهذا الاتفاق أن يواصل وأن يتقدم، وإن لم تتم هذه
هذا البند بالتالي سيفشل الاتفاق منذ بدايته. وأؤكد أن هناك عقوبات تنتظر من يخترق هذه البنود. أيضا سيكون المجال مفتوح أمام المقاومة وأمام قوات الشرعية بمواصلة الزحف على المدينة بعدما التزمت بشكل كامل بالمجتمع الدولي. أشكرك إذا الناشط السياسي طارق سرور، كنت معنا عبر الهاتف من عدن في هذه الحلقة. شكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحليلي، دمتم بخير، في أمان.